السلام عليكم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول عز وجل في القرآن الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي أن الإنسان يوم القيامة ستوزن حسناته وإن كانت بحجم ذرة. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رائع وجميل ولكن أكثرنا لا يتدبره، يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. هل تريد أن تملأ ميزانك أيها الأخ الكريم؟ ردد الحمد لله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث نبوية كثيرة عن الذكر كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.